أنا كل اللي عندي 1%، ونفس الكلام حقوله في المحكمة. أنا مش عايزاك تكذبي، أنا عايزاك تقولي الحقيقة. دي مجرد خناقة واتطورت، وطبعا باكري ما كانش قصده يقتل عاطف. خناقة إيه يا حبيبتي اللي بتقولي عليها؟ ده ما حصل كلام ولا قامت خناقة. ده باكري من باب الطاق سحب مسدسه وطخ عاطف رصاصتين. ده اللي حصل قدامي، وده اللي هقوله في المحكمة يا عينيا. اسمعي يا سيدي. ايه سيبينا شوية. أمرك يا مرسي بيه. بالإذن يا عينيا. انت ايه اللي جابك هنا؟ بطمن على املاكي. انت ما تعرفيش ان المحل ده بقى بتاعي دلوقتي؟ ايه؟ انت مديت نشاطك للكباريهات كمان؟ مش مكفياك المخدرات؟ صرت خسران يا حاج. الكباريه بالعماره اللي فوق الكباريه بالجراج بالناس اللي شغالين فيهم. الله ينور عليك. كل ده عشان القضيه؟ وناوي على ايه؟ العدل هياخد مجراه. انت طبعا محاميه وعارفه ان دي جريمه قتل مع سبق الاصرار والترصد، يعني بالقليل تأبيدا، الا اذا اتفقنا. اتفقنا على ايه؟ نلم الشمل بقى ونرجع العيله ايد واحده زي ما كانت زمان قبل ما تتشرخ. ساعتها هكون اول واحد يدافع عن بكري ويطلعه براءه كمان. وكل ده مقابل ايه؟ نتجوز. اتجننت؟ انت ناسي انها ست متجوزه؟ وماله؟ تتطلقي؟ يا سلام، بالبساطه دي. وليه لا؟ ولا ما بقيتيش بتحبيني زي زمان؟ انا كنت مع الحاج من كام يوم، ما اعتقدش انه هيعرف في جوازنا دلوقتي زي زمان. على فكره صحته مش عجباني، كبر بقى ومحتاج يرتاح في البيت ولا ايه؟